ومن مباراة السوبر امبارح ونظرة الاتحاد الافريقي لكرة اليد للمباراة والتنظيم والشكل اللي كلنا امبارح شفناه. معانا على التليفون كابتن مدحت البلتاجي نائب رئيس الاتحاد الافريقي لكرة اليد. مساء الخير على حضرتك يا كابتن. مساء الخير استاذة أميرة، ازي صحتك؟ الله يخليك كابتن مدحت. يعني رأي حضرتك في مباراة امبارح، مباراة السوبر الافريقي، التنظيم، الاجواء، حالة الفريقين امبارح في المباراة؟ الحقيقة كده يعني الحمد لله اليوم كان موفق جدا. طبعا أنا بتكلم من ناحية التنظيم، كان طبعا الاتحاد المصري دكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد والأخ إيهاب العزب مدير التنفيذي وبقية العاملين في الاتحاد عملوا يعني مجهود يشكروا عليه للخروج بهذا الشكل. الحمد لله كان شكل مشرف، ويعني تمت الإجراءات سواء قبل المباراة أو بعدها أو أثناءها كانت بشكل كويس. وطبعا أشاد الدكتور منصور أريمو رئيس الاتحاد الأفريقي بالتنظيم وبالأجواء وطبعا بالإمكانيات اللي في الصالة، مجمع صلاة الدكتور حسن مصطفى. يعني الحقيقة كانت الأجواء يعني ممتازة الحمد لله. طيب الاتحاد الافريقي لكره اليد وحضرتك نائب الاتحاد، ايه تقييمه للمباراه على المستوى الفني؟ مباراه بتنتهي تقريبا في الثانيه الاخيره. المباراه دي يعني نسخه مكرره من مباراه 2019 اللي اتعملت في الصاله الرئيسيه في استاد القاهره. كان السوبر برضه يعني بشكل او باخر نفس السيناريو، ماتش الفرق الاهداف قريب على طول طول المباراه، والزمالك برضو حسمها في الاخر. فيعني طبعا الفريقين مستوى عالي جدا ودايما ما بيتعرفش مين اللي هيكسب، وده اللي ادى يعني اهميه للمباراه، لان فريقين كبار بيكونوا لاعبين كبير، جهاز فني واداري على مستوى عالي. فكانت المباراة الحمد لله خرجت بالشكل المرضي جدا، والحمد لله ما فيش أي تجاوز حصل في المباراة من شد عصبي أو كده، كانت الأمور ماشية كويس. ويمكن كل الناس شافت الفريقين وهم بيصلوا المغرب قبل المباراة، يعني الحمد لله كانت الأجواء ممتازة من وجهة نظر. يعني فنيا طبعا زي ما حضرتك بتقولي المدرب اشاد بالمستوى الفني والبدني للفريقين، وده في مصلحه طبعا كره اليد المصريه. يعني ان شاء الله ربنا يوفقهم في المغرب في شهر يناير في الامم الافريقيه اللي هي تاهيل بطوله العالم. ويعني الماتش ده حافظ على مكانه كره اليد الافريقيه والمصرية على المستوى الدولي. يعني أوقات بيقولوا الحضور الجماهيري ممكن يبقى يدي دفعة أقوى للاعبين وتبقى المباراة أقوى من كده، هل حضرتك شفت امبارح أن غياب الجمهور عن المباراة كان مؤثر على اللعيبة بشكل أو ما؟ أنا وجهة نظري طبعا الجمهور بيبقى ليه تأثير جامد، لكن المستوى الفريقين حقيقة من التركيز داخل الملعب يعني وأهمية المباراة لكل الفريقين خلاهم في أعلى حالة. يعني سواء بقى الجمهور القليل اللي كان موجود أو يعني عدد الأفراد اللي كانوا موجودين، يعني هم طبعا الجمهور بيدي طبعا دفعة أكتر وكده، لكن هم كان في تركيز وكان في معمول إعداد كويس للفريقين، فخرجت المباراة بالشكل ده. وزي ما بقول الفريقين مستوى عالي جدا، ما بتعرفش مين اللي هيكسب المباراه الا يعني زي ما حصل كده في الثواني ده. طيب بالنسبه لفرص الزمالك، حضرتك شايف فرص الزمالك في كاس العالم للانديه ومواجهه برشلونه الاسباني في دور الثمانيه، شايفها ازاي وشايف فرص الزمالك ازاي امام برشلونه؟ يعني خلينا نقول ان قد الفوز بمباراه السوبر يديهم دفعه قويه لعمل نتيجه في السوبر جلوبي السعوديه ان شاء الله. لكن طبعا فريق برشلونه فريق عريق، فريق بطولات على مستوى الاوروبي، مستوى الانديه وعلى مستوى الدوري الاسباني وعلى مستوى بطوله اوروبا، وهو خد قبل كده السوبر جلوب برضو مرة أو اثنين
او ثلاثة حتى. فمباراة صعبة جدا، مباراة قوية جدا، لكن ما هياش من طرف واحد، يعني هتبقى مباراة يعني في منتهى الندية، واللي حالته في يوم المباراة احسن وافضل وذهن اللاعبين حاضر ممكن يبقى في كلام في المباراة. يعني ان شاء الله اتمنى التوفيق طبعا للزمالك، مباراة قوية مع بطل كبير، لكن لازم هيلعبوا المباراة ولازم هيدوا اللي عليهم، وان شاء الله ربنا يوفقهم. إن شاء الله كل التوفيق. كابتن مدحت البلتاجي نائب رئيس الاتحاد الافريقي لكرة اليد، انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا، وكل التوفيق لنادي الزمالك. اكيد هتكون مباراة صعبة جدا قدام نادي برشلونة الاسباني اللي بيضم طبعا في صفوفه علي زين الوافد.